هما مساندة لوليداتنا في هذه المسيرة ديال الغضب اللي تعبروا فيها وليداتنا على الغضب ديالهم ضد تعنت الوزارة المعنية وضد الحكومة اللي ما قبلوش أنهم يحلوا هذا الملف ديال وليداتنا وطولوا فيه مدة ديال 7 شهور. تنتسألوا وتيتسألوا وليداتنا علاش واش هذا الملف فيه شي مطالب اللي هي تعجيزية باش ما بغاوش يحلوا مع هاد الوليدات هاد الملف هذا. راه عيب وعار ملف بحال هذا يطول هاد المدة هادي كاملة. واش هاد المسؤولين كاملين حتى واحد فيهم ما قدر يعني فك هاد المشكل هذا؟ راه عيب وعار عليهم. راه هاد الوليدات ما مطالبين حتى بشي حاجة، مطالبين فقط بجودة التكوين ديالهم، مطالبين ب 600 ساعة اللي بتروها لهم من الدبلوم ديالهم ومن التكوين ديالهم. لا يعقل 5 ديال الدفعات غادي تمشي بواحد الكاي بيداغوجيك ديال 3900 ساعة، والدفعات اللي قبل منهم غادي يمشيو بواحد الفوليوم اوغيغ ديال 4500 ساعة، واللي من موراهم تيوعد الوزير انه غادي يعطيهم 4800 حتى 5000 ساعة. وهذا هو الاصلاح. مادام انك غادي تنتقل من 4500 ساعة ل 5000 ساعة، اذا هذا هو الاصلاح. علاش هاد الطلبة هاد 5 ديال الدفعات تتفرض عليهم ان فوليوم اوغيغ ديال 3900 ساعة؟ علاش بغيتي تعطيهم ديبلوم مشوه، ديبلوم معاق، ديبلوم اللي غادي يوقف هو غدا قدام المريض بلا ما نهضروا على الديبلوم، وهو كطالب حاليا ديال الطب وغدا طبيب المستقبل غادي يوقف قدام المريض المواطن المغربي ما غاديش يقدر يكتب حتى اوردونونس صحيحة او لا يدير حتى تشخيص صحيح. حنا ما باغينش هاد المهزله لوليداتنا والبلد ديالنا. حنا ما باغينش سنه بيضاء، ما باغينش وليداتنا يدعوا في هذا العام. حنا ضد سنه بيضاء، حنا بغينا الحل الفوري والواقعي لهاد الوليدات. بغينا وليداتنا يعطيهم لو فوليوم اوغيغ ديالهم براسو هو، بغى يحيد 6 سنين، بغى شغلو هذاك يشوف هو كيفاش يدير. هو كمسؤول هو اللي عارف شنو خصو يدار. يعطيهم 7 سنين ديالهم، يعطيهم اللي بغى، المهم 4500 ساعة لا تنازل عليها. 4500 ساعة بغيناها لولادنا باش ما بغى يعطينا 4500 ساعة لوليداتنا. وإزالة العقوبات، العقوبات راه ما كانتش عندنا ملف مطلبي، العقوبات كانت نتيجة ديال السياسة القمعية اللي انتهجها الوزير ضد هاد 20000 طالب. داك العقوبات بما فيها التوقيفات والطرد والاصفار اللي تعطات لهاد الوليدات، الاصفار اللي حنا فخورين ان وليداتنا خداوهم لانهم تيناضلوا على جوده التكوين اللي تتصب في مصلحه المواطن المغربي وفي مصلحه المنظومه الصحيه ديال البلاد. الا كنا غادي ننظموا تظاهره عالميه اللي هي كاس العالم، لا يعقل، لا يعقل انك انت غتنظم تظاهره عالميه وتتهم لهاد الطلبة بالهجرة، في حين هاد الطلبة غدا غادي تلقاهم قدام أجانب. يقدر أجنبي يدخل البلاد يتفرج في المونديال غادي يطيح بأون كريز ولا يوقع له شي حاجة وغادي يدخل المستشفى المغربي يلقى قدامه طبيب غير كف. شوها لينا ولبلادنا اللي ما نرضاوهاش. وإلا كان تيقول الهجرة الهجرة الهجرة، راه ما يمكنش 20000 طالب كلها غادي تهاجر وغتخوي البلاد. هذا راه فقط تضليل للرأي العام، تضليل واعيدها واكررها، تيضلل الراي العام. ولادنا راه باغيين جوده التكوين، باغيين سوايعهم اللي يتدربوا فيهم. انا ولادي داروا الاضراب لمده تقريبا 1-5 شهور وما تحلش المشكل للاسف الشديد. ودابا كنعيش الازمه ديال الابن ديالي الثالث في كليه الطب، دابا 8 شهور ما قراش، هو في الدوزيام اني. وانا من هذا المنبر ربما كان نهمس في الاذن ديال المسؤولين باش نقول لهم واش ما كتجيوش تشوفوا بان هذا الجيل راه تبدل. دابا انتم لو كان غير تدخلوا في وسط هاد الشباب وتشوفوا انهم ما بقاوش لابسين بحالكم، ما بقاوش كيفكروا بحالكم، ما بقاوش كي القوات الاقتراحيه ديالهم ما بقاش بحال ديالكم،
واش ما تليشوش فاهمين ان الجيل تغير. فانا كنظن بان مادام ان الجيل تغير يعني حتى الاستراتيجيات والوسائل ديالكم ديال التسيير والتدبير خصها تغير باش يمكننا ننجحوا. ما يمكنش انتم طالعين لفوق فوق الشجره وكتطلعوا على الابناء كانهم دي ميكروسكوب وهذه يمكن لكم تسيروهم. ولهذا شويه ديال التواضع وحاولوا ما امكن انهم تفهموا هاد الشباب وتحاولوا تحلوا المشكل اللي تفاقم. كاين 25,000 طالب الان ديال كليه الطب. يعني انا بالنسبه لي كطبيب باش يمكن لي نتدرب لمده 6 سنوات خصني على الاقل في كل عام عندي 4 المرضى على الاقل. ف 25,000 طالب خصهم 100,000 مريض. فين غنديروهم؟ فين راهم لي سي اش يو؟ 11 سي اش يو خاويين. النص فيهم مازال ما تبناش. ولهذا انا كنشوف ماشي مساله ديال سيزيام اني ولا ستيام اني ولا سانكيام اني، ومشكل ديال التكوين. راه واخا ديروا لهم 16 عام ما عندهمش فين يتكونوا، ما كاينش فضاء خاص لتكوين هاد الاطباء. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.